بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم في خدمة دروس في هذا الدرس للصف الأول متوسط في الفصل الدراسي الثاني في مادة لغتي الخالدة. موضوع درسنا لهذا اليوم هو النص الإثرائي مجتمعان. أهداف درسنا لهذا اليوم قراءة النص قراءة سليمة، واكتشاف معاني الكلمات الجديدة من خلال السياق، وأيضا تلخيص النص الإثرائي بإكمال الخريطة المعرفية. إذن يا أبنائي، درسنا لهذا اليوم هو النص الإثرائي بعنوان مجتمعان للكاتب عبد العزيز الخويطر من كتاب حطب الليل. نبدأ في قراءة النص. مجتمع آبائنا يختلف عن مجتمعنا، مجتمعهم وجلساتهم تتصف بصفاتهم وبعصرهم وظروفه، ومجتمعاتنا وجلساتنا تتصف بصفاتنا وبظروف عصرنا. أبرز صفات جلساتهم الهدوء والصمت. إذن المجتمعان ما هما؟ نعم، مجتمع آبائنا ومجتمعنا، نعم، مجتمع آباؤنا ومجتمعنا، مجتمعهم يتصف بصفاتهم وبعصره، ومجتمعنا يتصف بصفاتنا. أبرز صفات جلسات آبائنا ما هو؟ نعم، الهدوء والصمت. نكمل صفات جلسات آبائنا. أكبرهم سنا أعلاهم مقاما بحكم الجلسة، وصغيرهم يستمع ويهضم ويعد عقله ليوم يتقدم في الصف، يطرح أحدهم الموضوع فيتناوله عارفوه باختصار، ثم يخيم الصمت، وفترات الصمت أطول من فترات الحديث. إذن هذه صفات جلسات آبائنا، أكبرهم سناً أعلاهم مقاماً، والصغير يستمع والكبير هو الذي يتحدث، ولا يتحدث إلا العارف بالموضوع، العارف بالموضوع هو الذي يتحدث، ثم يخيم الصمت. فترات الصمت في جلسات آبائنا أطول من فترات الحديث. فترات الصمت في جلسات آبائنا أطول من فترات الحديث. نشاهد صفات جلساتنا ومجتمعنا. وأبرز صفات مجالسنا الصلف والضجيج، مجالسنا أقرب شبه بمجتمع عصافير التينة، يطأ الصوت الصوت وتعلو الكلمة الكلمة، ويضيع في المعمعة صوت الكبير في صوت الصغير. إذن هذه صفات مجالسنا، كأنهم يشبههم الكاتب بأنهم شبههم بمجتمع عصافير التينة، فالصوت يطأ الصوت، والكلمة تعلو الكلمة، ويضيع صوت كبير السن في صوت صغير السن، ويكون المجلس لا صوت موحد فيه كمجلس آبائنا، ويتشعب الحديث ويبدأ في موضوعات شتى، ولا ينهى موضوع واحد في الجلسة، وتقال الأمور حدثا، وتؤكد الإشاعات تبرعا، وتفهم الأمور على غير مقاصدها. إذن الكاتب يقول أن من صفات مجالسنا أن الإشاعات تؤكد في مجالسنا، وتفهم الأمور على غير مقاصدها، والأمور تقال حدثا من دون تأكد. ويدخل آباؤنا إلى المجلس الممتلئ بالأفراد، فيسلم الداخل بكلمة السلام، يرد الجالسون، لا يقوم أحد ولا يتحرك أحد، ولا تقطع كلمة المتحدث إلا بما يسمح به رد سلام السنة، وتنتهي الجلسة فينسحب الأفراد بهدوء، لا يكاد يفطن لأحد من المغادرين. إذن هذه صفات مجالس آبائنا، فالداخل يسلم ويرد الجالسون، ولا أحد يقوم من مكانه، ولا أحد يتحرك، ولا تقطع كلمة المتحدث إلا بما يسمح به رد سلام السنة، فقط في رد السلام ثم يكمل المتحدث كلامه، أما في نهاية الجلسة فينسحب الأفراد بهدوء، لا أحد ينتبه لمغادرتهم. أما مجالسنا فيدخل الداخل إليها ويقوم له الجالسون، فيصافحهم واحدا واحدا،
وليس قليلا ما يحدث أنهم قبل أن تتكامل جلستهم بعد هذا السلام يدخل عليهم آخر، فيقف المجلس بأجمعه على قدمه مرة أخرى، وتعود الصورة من جديد وتعاد بعد هذا مرات. إذن من صفات مجالسنا التي تخالف صفات آبائنا أن كل من يدخل يقوم المجلس كله فيصافحهم واحدا واحدا، وقبل أن يجلسون تجد أن هناك رجل آخر دخل فيقوم المجلس كله بالسلام عليه. مظهر أصبح مألوفا لنا اعتدنا عليه، بل نتطلع إليه ننكر غيره، فلا حديث معه متصل ولا راحة فيه ولا طمأنينة، ولو كان بيننا ثقيل الجسم أو متورم المفاصل أو المتقدم في السن فإنه يتوقع منه هذا القيام وهذا الجلوس. ولو رأى بعضنا مجتمع آبائنا لقالوا ما أثقله وما أجمده، ولو رأى آباؤنا مجتمعنا قالوا ما أسفهه وأسمجه، أما أنا فمع آبائي في رأيهم ولا عجب. إذن هذه صفات مجتمعنا وصفات مجتمع آبائنا. والكاتب في نهاية هذا المقال يقول أنه مع الآباء في رأيهم ولا عجب. شاهدوا معي يا أبنائي، أكمل خريطة النص المعرفية التالية للنص الوصفي. لدينا الآن خريطة نشاهدها، هذه خريطة النص الوصفي، نكملها سويا في النص مجتمعان. لدينا موصوف رئيس، ما هو الموصوف الرئيس؟ لدينا موصوف رئيس في اليمين وموصوف رئيس في اليسار. الموصوف الرئيس في اليمين يكون نعم مجتمع آبائنا، هذا الموصوف الرئيس. من صفاته الصفات الفرعية لمجتمع آبائنا التي ذكرت في النص، نعم أبرز صفات الهدوء والصمت، أحسنتم، الهدوء والصمت. والآخر صفة أخرى، نعم أحسنتم، احترام الكبير. هذا في مجتمع آبائنا، الهدوء والصمت واحترام الكبير. وأيضا من صفات مجتمع آبائنا، نعم أحسنتم، حسن إنصات الصغير، أحسنتم. وغير ذلك من صفات مجتمع آبائنا، نعم نعم الموضوعات يتناولها في المجلس أعرفهم، أي لا يتكلم في المجلس إلا الذي يعرف في الموضوع، فالموضوعات يتناولها في المجلس أعرفهم. تبقى واحد، ما هو؟ نعم ردهم للتحية لا يؤثر على انتظام الحديث في المجلس. إذن هذا مجتمع آبائنا، صفاته الهدوء والصمت واحترام الكبير وحسن إنصات الصغير، والموضوعات يتناولها في المجلس أعرفهم، ردهم للتحية لا يؤثر على انتظام الحديث في المجلس. نشاهد الموصوف الآخر، نعم هو مجتمعنا. طيب موصوف الفرعي هنا الذي هو يخص مجتمعنا، صفات مجتمعنا، نعم الأول، نعم تشعب الحديث، أولا تشعب الحديث. وغير ذلك، نعم أحسنتم، تقال الأمور حدثا، أي تقال الأمور من دون تأكد، تقال الأمور حدثا. وغير ذلك، نعم تأكيد الإشاعات، تؤكد الإشاعات في مجتمعنا وفي مجالسنا. وغير ذلك، نعم فهم الأمور على غير مقاصدها، فهم الأمور على غير مقاصدها. تبقى واحد، ما هو؟ نعم أحسنتم، رد التحية يؤثر على المجلس بعكس مجتمع آبائنا، فرد التحية في مجتمعنا يؤثر على المجلس. إذن صفات مجتمعنا،
تشعب الحديث وتقال الأمور حدثا وتأكيد الإشاعات وفهم الأمور على غير مقاصدها ورد التحية يؤثر على المجلس. نشاهد التقويم هنا. أصنف الصفات الاجتماعية في المجالس إلى صفات تخص مجتمع آبائنا وصفات تخص مجتمعنا. طيب، الصفات الاجتماعية في المجالس، الأول حسن إنصات الصغير. حسن إنصات الصغير من أي المجتمعات؟ هل هو مجتمع آبائنا أو مجتمعنا؟ حسن إنصات الصغير، نعم أحسنتم، مجتمع آبائنا، إذن من مجتمع آبائنا. تقال الأمور حدثا، تقال الأمور حدثا، هل هي في مجتمعنا أو في مجتمع آبائنا؟ نعم مجتمعنا، أحسنتم. الموضوعات يتناولها في المجلس أعرفهم، الموضوعات يتناولها في المجلس أعرفهم، في أي المجتمعات هذه؟ أحسنت، مجتمع آبائنا، أحسنتم. طيب، فهم الأمور على غير مقاصدها، فهم الأمور على غير مقاصدها، هل هي في مجتمع آبائنا أو في مجتمعنا؟ نعم في مجتمعنا، أحسنتم. طيب، ردهم للتحية لا يؤثر على انتظام الحديث في المجلس، ردهم للتحية لا يؤثر على انتظام الحديث في المجلس، هذا في مجالسنا أو في مجالس آبائنا؟ نعم في مجتمع آبائنا، أحسنتم. إذن هذه الصفات الاجتماعية، حسن إنصات الصغير في مجتمع آبائنا، وتقال الأمور حدثا في مجتمعنا، والموضوعات يتناولها في المجلس أعرفهم، هذه في مجتمع آبائنا، وفهم الأمور على غير مقاصدها في مجتمعنا، وردهم للتحية لا يؤثر على انتظام الحديث في المجلس، هذه تكون في مجتمع آبائنا. نشاهد خلاصة درسنا لهذا اليوم. مجتمعان، مجتمع آباؤنا الهدوء والصمت، احترام الكبير، حسن إنصات الصغير، والموضوعات يتناولها في المجلس أعرفهم، وردهم للتحية لا يؤثر على انتظام الحديث. والآخر هو مجتمعنا، تشعب الحديث صفاته، وتقال الأمور حدثا، وتأكيد الإشاعات، وفهم الأمور على غير مقاصدها، ورد التحية يؤثر على المجلس. وإلى هنا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم. آمل أن تكونوا استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.